أخبار اليوم. بعد غلاء الرز انتوا برضو بتبيعوا نفس الكمية هي ولا مغليين سعر الطبق ولا؟ لا هي نفس الكمية هي ومشينا وما نقدرش نحمل اكتر من كده للناس وبنعوضها في شوية لو خفينا شوية صغيرين بس هو بنراضي الناس برضه كنا نقدرش نحمل اكتر من كده. كيلو بكام؟ الكيلو بسبعة جنيه وسبعة ونص بيجيبوه. والطبق بتاعكم هو؟ هو ما نقدرش نلعب فيه عشان الناس هنعمل ايه؟ الناس هتشيل ايه ولا ايه يعني؟ لا زي ما احنا شغالين ما فيش اي مشكلة ويعني ازمة وهتعدي ان شاء الله. عادي شغال زي ما انا طبيعي ما فيش اي حاجة. يعني زي ما في زبون بياكل رز زيادة في مكرونة برضو زيادة وكده يعني. ده بيشيل ده. وربنا يصلح الحال يا رب. بالنسبة للرز بلبن سعره زي ما هو عشان خاطر الزبون برضو. ما انت بتبص اللي بيخش لك يعني في الميت زبون 10 مرتاحين والتسعين على قديهم. بتضطر انك انت بتريح في السعر على اساس انك انت ما تخسرش زبون. سعر علبة رز بلبن بكام؟ 3 جنيه وبيشتغل بلبن نظيف. ما بتقللش الكمية فيه؟ لا هي نفس الحجم ونفس الكمية اللي بتتحط. احنا الرز كان وصل لغاية 8 جنيه و9 جنيه وبعدين ابتدى ينزل بالتدريج، ما خدش فترة يعني كبيرة قوي في الغلاء يعني. ابتدى ينزل بالتدريج لغاية النهاردة بنجيبه من الساحل بخمسة جنيه. وفي ب 4 جنيه ونص سايب وفي ب 4 جنيه. حضرتك طبق الرز عندك غلى اما السعر غلى؟ لا والله انا ما غليتش لغايه النهارده عشان انا شايف الناس مش مستحمله. ده طبق الرز بتاعك؟ اه. كام ده؟ 3 جنيه. لازم نبقى رخيص. ليه؟ المصري مش مستحمله الغل ده كله. هو بالنسبه للرز ومش سلعه الرز بس، كان جميع السلع حصل فيها ارتفاع حتى الفراخ واللحوم. بس طبعا يعني احنا دي حاجة احنا مضطرين ان احنا نمشي مع السوق ولازم نعلي السعر، بس برضو في نفس الوقت عشان ما يصبحش الحاجة تبقى بخسارة علينا. الرز بكام عندك؟ احنا كان الفترة اللي فاتت كان بخمسة جنيه. احنا الاسعار الجديدة اللي لسه هتنزل في رمضان هيبقى بسبعة. احنا بنعلي حاجة بسيطة اللي هي ما تضرناش ولا تضر الزبون. الرز غالي واحنا بنبيع الطبق هو يعني الطبق باتنين جنيه وبتلاتة جنيه ومبنزودش على الزبون يعني. طب ما حاولتش تقلل الكمية؟ لا ما الزبون ما عارف كل حاجة. الزبون ما يعرفش الكمية. عايز الكمية هي. نفس السعر. نفس السعر. أزمة الرز احنا مش عارفين ناكل. نجيب رز ايه؟ الرز غالي مولع وكل ومكرونة وده كله غالي. الأسعار كلها عمالة بتزيد. مفيش دخل، مفيش. طب حضرتك ما فكرتيش تروحي المجمعات الاستهلاكية أو معرض أهل رمضان؟ طب عايزين فلوس. اقل ما فيها هنزل اكون معايا 1000 جنيه عشان اجيب حبه حاجات لشهر رمضان.